وصفات ونصائح لتطويل الرموش. تحسين النظام الغذائي. يجب تحسين النظام الغذائي الخاص بك، فالتغذية السيئة تؤثر سلبيا على نمو الرموش والأظافر والشعر. ويجب إضافة الأغذية التي تحتوي على البروتينات، السمك، البيض، اللحوم الخالية من الدهون. بعض العلاجات المنزلية للرموش: الفازلين يجب استخدامه قبل النوم مباشرة من خلال أن تقومي بإحضار علبة مسكرة فارغة واغسليها جيدا، وضعي فيها قليلا من الفازلين، ثم ضعيها على رموشك من القاعدة إلى الأطراف من خلال الفرشاة، وفي الصباح اغسليها بالماء الدافئ. زيت الزيتون أو الخروع. تساعد هذه الزيوت على تحفيز نمو الرموش وتستخدم بنفس طريقة الفازلين.